حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا عبده عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت استاذن حسان النبي صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين قال كيف بنسبي فقال حسان لاسلنك منهم كما تسل الشعره من العجين وعن ابيه قال ذهبت اسب حسان عند عائشه فقالت لا تسبه فانه كان ينافح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو الهيثم نفحت الدابه اذا رمحت بحوافرها ونفحه بالسيف اذا تناوله من بعيد